كما أن الصلاة جمال وكما أن الدين جمال، كذا النساء هن حلي الجنة، فالنساء أجمل زينة في الجنة. أعظم متعة مرتبطة بالإيمان هي المتعة التي نشعر بها من تجلي الله. نشعر بأعظم متعة مرتبطة بالإيمان من تجلي الله، لكن أعظم متعة جسدية هي النساء. يقول رسولنا صلى الله عليه وسلم: حبب إلي النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. بمعنى آخر، النساء المخلصات، هو لا يقول نساء بشكل مجرد، لكن النساء المخلصات الطيبات، لأن النساء غير المخلصات لا يأتي منهن سوى المشاكل. يقول رسولنا صلى الله عليه وسلم: والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. عندما كان الرسول طفلا صغيرا، كان يزرع الورود في حدائق على أشكال مخططة أنشأها بين جدران منزله وفي الطريق، وكان يزور حديقته كل يوم بدلو من الماء، ويسقي زهوره، ثم يبيع الزهور لاحقا، ويكسب ماله بسبب مظهره الصغير المحبب. من هنا أتى حبه للزهور، وبالطبع كانوا يجمعون بتلات الورود ويضعونها معا، ثم يعصرونها لاستخراج زيت الورد. كان زيت الورد محبوبا جدا وقيما في السعودية، وكان رسولنا صلى الله عليه وسلم يضع دائما زيت الورد، وكانت تفوح منه رائحة ورد قوية. كان الناس يشمون رائحة عطر الرسول صلى الله عليه وسلم من على بعد ميل، وكانوا يسعدون لمعرفة أن الرسول آت، وكانت رائحة الورد تملأ الأرجاء. ما شاء الله.